انا طبعا برحب بحضراتكم جميعا طبعا، وبقول ان احنا هنا موجودين النهارده في اعلى كوبري جديد بيتم افتتاحه في مصر، اسمه كوبري مؤسسة الزكاة. وليه بقى اسموه كوبري مؤسسة الزكاة؟ لانه هو جزء من محور كبير اسمه محور مؤسسة الزكاة، بيربط الطريق الدائري بعدة احياء في القاهرة، بالمرج على شمالي هنا، وباحياء المطرية وعين شمس والخصوص في محافظة القليوبية ومسترد في اخر الطريق. احنا بنتكلم على طريق عرضه 4 حارات، طوله حوالي 10 كيلو، ويتوسطه هذا الكوبري، ارتفاعه حوالي 20 متر. ده بيعبر مجموعة من الطرق السطحية، وبيعبر كوبري الشيخ منصور، وبيعبر خط مترو الأنفاق اللي هو المرج حلوان، أو حلوان المرج اللي هو الخط الأول. فاحنا هنا في نقطة تمثل عقدة كبيرة، نقطة التقاء مجموعة أحياء، نقطة التقاء وسائل نقل مختلفة، ومن هنا طبعا تأتي أهمية هذا المحور وهذا الكوبري. أنا دايما يعني بقول كان نفسي إن أنتوا تشوفوا الطريق ده قبل كده كان عامل إزاي. هو حقيقة الأمر ما كانش فيه طريق أصلا، لأن بنتكلم على طريق ريفي مملوء بالعشش، مملوء بحدائق المشية، ومملوء بالإشغالات والأهاوي وغيره من الإشغالات، ولم يكن له أي ملمح من الملامح. الحمد لله يعني بفضل تضافر الجميع وبشركة زي المؤمنين العرب استطعنا ان احنا نخلق هذا المحور الجديد، يتزامن ان شاء الله النهاردة مع هذا الافتتاح تشغيل خدمات نقل عام جديدة، اوتوبيسات جديدة حتى تعمل من النقطة النهائية هنا اللي هي نقطة خط النهائي عند مؤسسة الزكاة في آخر الكوبري عند الدائري، وسوف تخدم أبناء هذه المنطقة وتخدم الأحياء المحيطة. والخطين دول خط منهم هيعمل النهاردة بعد يفتح مباشرة ويصل من هنا إلى العباسية ثم العتبة، وخط آخر إن شاء الله يعمل يوم الثلاثاء القادم يصل هذه المنطقة بمنطقة ركسي. وزي ما قلت اوتوبيسات جديدة، فترة ما بين كل اوتوبيس الثاني حاجة زي 10 إلى 15 دقيقة. فأنا أعتقد أنه يبقى فيه يعني نقلة كبيرة ونقلة نوعية حقيقية في الخدمات اللي بتقدم لمواطنين فاطمة. يعني مشروع محور مؤسسة الزكاة يخفف من الازدحام في منطقة طبعا. لا شوف، هو أهمية الكوبري ده أولا بيوصل الحاجات دي ببعضيها. أنا أرجو برضو إنه حد من المواطنين المنطقة كان يقولوا على حجم المعاناة اللي كان المواطنين بيعانوها عشان يعبروا خط مترو الأنفاق، لأن خط مترو الأنفاق تحت المكان اللي احنا فيه ده مباشرة، وهو خط سطحي، وبالتالي عبور المواطنين هنا كان للمشاة فقط، لكن عشان تعبر للعربيات كان في لفة كبيرة جدا، كان لازم المواطن يمشي حوالي كيلو يمين أو يسار عشان ياخد كوبري الشيخ منصور أو يعبر عبور سطحي. فكانت يعني أعتقد صعوبة حقيقية للناس إن هم يعبروا ما بين المنطقتين دول. فاحنا حقيقة الأمر احنا وصلنا كل مناطق اللي على يميني هنا بكل المناطق اللي على شمالي، اللي ما كانوش واصلين ببعض قبل كده إلا عن طريق لفة طويلة جدا وعبور كباري ضيقة صغيرة زي كوبري الشيخ منصور اللي عمره حوالي 30 سنة. وده بيمثل بديل يعني حقيقي، وبديل يعني أفضل كثيرا جدا من مجموعة الكباري الموجودة في المنطقة دلوقتي. احنا بنتكلم هنا المشروع ده، المحور ده، ده الكوبري اللي اتعمل، ده إصلاحات مجموعة الكباري المشالة في المنطقة، وإصلاحات كوبري الشيخ منصور اللي كان انهار من حوالي سنة تقريبا وأعيد بناء أجزاء منه، اتكلف حوالي 275 مليون جنيه زي ما بقول. وجزء من التكلفة دي ان احنا بنينا اكتر من 1000 شقة او 980 شقة تحديدا، ونقلنا فيها اصحاب العشش اللي كانوا موجودين في هذا المسار. الكوبري ده توقف العمل فيه لمدة 2 سنين لانه وصلنا لحد النقطة اللي احنا فيها دي، ثم توقف المشروع لمدة 2 سنين لانه يعني المواطنين المصريين ظرفاء عرفوا ان احنا متورطين لازم نكمل الكوبري، فانشأوا مجموعة كبيرة جدا من العجز على مسار الكوبري.
وكان هناك صعوبة حقيقية وبالغة في إخلاء المكان. ولو تتذكروا ناس كتيرة جدا اتكلموا على موضوع الإجلاء القصري للسكان، مش عارف ايه مجموعة الإجلاء القصري، لكن احنا نقلناهم في شقق آمنة ونظيفة لا تبعد عن المكان ده اكتر من 3-4 كيلو، والحمد لله يعني.